أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. بدون مقدمة، الحلقة ديالنا غتكون حلقة سبيسيال حيث غيكونوا فيها ردود الأفعال اللي ما كناش كنتوقعوهم، والحلقة ديال اليوم فيها بزاف ديال الحب. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معانا. خاو ديالي غنسقسيك واحد السؤال سهل بزاف، شنو هي الآية ولا الصورة اللي كتسمع اللحم ديالي كتشوك؟ صورة الناس. حافظ لنا شي بركة؟ واخا قول لي. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. غنقول لك تكمل لي واحد الحديث، أنا نقول لك وسين غتكمل لي. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. تعطيني شنو هما الصور اللي تسموا بالأسماء ديال الحيوانات؟ الصور اللي تسموا بالأسماء ديال الحيوانات، مثلا نعطيك مثلا أنعام. كاين النمل، العنكبوت، بقرة، فيل. أحسن دعاء كيعجبك تدعي الله عز وجل؟ اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا هو أحسن دعاء. أحسن دعاء. إذا قلت لك أعطيني ثلاثة ديال الأسماء ديال الزوجات ديال الرسول. ثلاثة أزواج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. خديجة بن خويلد رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها، والثالثة ما نكذبش عليك. كتبدأ قول الثالثة بحرف بالزين. زينب رضي الله عنها. سلام عليك. عارف شنت الله. عمودي لي عن سقسك، شنو هي أقصر سورة في القرآن؟ أتناك الكوثر. واخا ممكن تقرأها لنا؟ يمكن اقراها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أتناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سقسك شنو هي أول حاجة غيتحاسب عليها الإنسان؟ الصلاة. الصلاة. عمودي لي حافظ شي بركة القرآن؟ عام شي بركة. إذا طلبنا منك إذا تقرأ لنا شي بركة القرآن اللي بغيتي من عندك. يلا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. شكرا. شوف جباد جبد ولا بغيتي تشوف؟ أفضل هدية. أفضل هدية. افضل هديه. شكرا بزاف، بارك الله فيك. شكرا، رمضان مبارك. عينو عليك، الله يرحم والدك. شكرا بزاف، الله يرحم. ها هي، وافتح وشوف الهديه ديالك. احسن هديه. والريال. احسن هديه. شكرا بزاف، الله يرحم والدك. ها الهديه ديالك، فتحها الا بغيتي تشوفها. الله يرحم والديك اخويا، شكرا بزاف، ودائما طنجاوة. احسن هديه الدنيا يا اي والله. شكرا بزاف، شكرا بزاف. شاركتي معنا، غنعطي لك واحد الهديه وكنتمنى تقول علينا. افتح افتح جبد، افتح داكشي اللي هنايا جبد. عجيب عجيب. شكرا شكرا، كنشكركم بزاف. العفو العفو. تبارك الله، القران الكريم ما شاء الله. افتح الهديه ديالك جبدها والريال. كيف جاتك الهديه؟ كاين شيء احسن من هادشي هذا. عندنا واحد كادو كنتمنى. ها هو، افتح الكادو ديالك. قلنا كيف جاك؟ ما كاين شيء احسن من القران الكريم. كيف ما شفتوا معنا، كانت هذه هي ردود الافعال ديال الناس. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.